واستعدادا للمباراة التي ستجمع يوم السبت المنتخب الوطني لكرة القدم مع نظيره المغربي لحساب تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2012 لكرة القدم، يجري المنتخب الوطني اليوم أول حصة تدريبية له بمراكش بالمغرب، وذلك بملعب الحارثية، على أن يتدرب غدا في نفس توقيت المباراة بملعب مراكش الجديدة الذي سيحتضن المقابلة. هذا وكان المنتخب الوطني لكرة القدم قد وصل أمس إلى مدينة مراكش المغربية قادما من مدينة موريسيا الإسبانية التي أجرى فيها تربصه الأخير منذ 20 من شهر مايو الماضي، وكان في استقبال عناصر الخضر سفير الجزائر بالمغرب إلى جانب أعضاء من الاتحادية الملكية المغربية لكرة القدم. المنتخب الوطني يسعى بتعداده الكامل إلى الخروج بنتيجة إيجابية تسمح له بمواصلة المشوار بخطى ثابتة إلى نهائيات كأس إفريقيا 2012. جو إذن من الحماس يصنعه مناصرو الخضر الذين شدوا الرحال باتجاه المغرب لمناصرة الفريق الوطني لكرة القدم وحضور مباراة يوم السبت. نشوفوا الماتش ان شاء الله ونغلبوا ونشوف فرحانين ان شاء الله. رحت لجنوب افريقيا ورحت لانغولا ورحت السودان ورحت لمصر، نتبع حنا الفريق الوطني. انت مناصر؟ مناصر وفي الفريق الوطني ان شاء الله. ان شاء الله نطلبوا من الجمهور زعما يناصروا كما في جنوب افريقيا. احنا رايحين نديروا ماتش تاع اخوه تاع محبه تاع اخوه، والفاول شكون اللي يربح فينا ان شاء الله يتكاليف، ونشكروا كل من ساهموا في ذهابنا الى المغرب. وان شاء الله فيها امل ونفرحوا 48 ولايه صغير وكبير ان شاء الله، وعندنا امل ان شاء الله نربحوا نتنقلنا من الجزائر الى مراكش ان شاء الله فيها خير. بيزا سيريا في بلدي، بيزا سيريا ختام.